أنت بتعرف إني بحترم رأيك، بس إذا حضرتك قررت هيك قرار معناتها أكيد أنت متضايق مني. مش غلطت أنا. أنت ما غلطت يا عمران، كل القصة أني غيرت توزيع المهام وبس. وبعدين مثل هاي التغييرات مفيدة كتير. بس أنت بتعرفه لأخي، وبتعرف أنه من سنين حط الشركة بمواقف ممنيحة منوب. هاي كانت بالماضي يعقوب، هلأ انصلح حاله وقد المسؤولية. أنا بوثق بإدارته. هذا اليوم حلو كتير، حاسسني قلبي إنه رح يصير شي حلو بحياتي. خير خالي؟ خير ابن أختي، اليوم رح نسمع أخبار حلوة. إيه، أنت شو أخبارك؟ احكي لنا عن الحب والغرام، شو حكيت معها؟ لا تذكرني باللي صار، ندمت لأني حكيتها. شو كأنه اللي صار إنه البنت رفضتك؟ إيه قالت لي مستحيل. دير بالك تيأس يا ابن أختي، مو هيك بتنحل. أنت رحت لعند البنت فوراً وقلت لها بحبك وبموت فيكي، وهي قالت لك مستحيل بالحرف الواحد. هاي المستحيل هي ما بتكون بتقصدها أصلاً. والله ما عم أفهم عليك يا خالي. لك يا خالو أنت شو مفكر؟ النسوان مخلوقات بتحب تتدلع، ما بينحكى معهم بهي الطريقة، بيعشقوا شيء اسمه أنهم يركضوا رجال وراهن. ونحن بصراحة هاد اللي بدنا إياه، حكاية الصياد والفريسة، فهمتني؟ والله اللي عم تقوله مزبوط، ما فكرت بالموضوع من هالمنطلق. بس لا تقلي تخليت عنا. أنا ما تخليت، بس ما بنكر إني حسيت بشعور الخيبة. أنت ما عرفت تتصرف. أي صياد محترف لازم يقرب من الفريسة بطريقة كتير حذرة، مو لازم تخوف الغزال. أي غزال؟ شوف يا، يعني أنا غلط اللي عم قوله؟ يا حبيبي النسوان حساسين مثل الغزلان. ذكرني شو كان اسمها هي البنت؟ رفيف. ها، حاول تتقرب من رفيف وترافقها، لأنه إذا هالقصة بدها تنجح بيلزم الوقت. وهذا اللي رح ساوي. حكيك مزبوط. طبعا حكي مزبوط، لأنه المعلومات الصحيحة عندي. والله صلحت لي مزاجي يا خال، عن جد شكرا كتير. ما رح أتخلى عن رفيف. هيك بدي ابن أختي، ما بدي أس. الكل جاهز؟ جاهزين بابا. بس خالي ما وصل. خالك ما رح يحضر. رح خبركن هالقرار. بسبب ضغط الشغل أنا قررت أنقل أمور الشركة اللوجستية كلها ليعقوب، وهو رح يكون المسؤول. ألف مبروك يا ابني. بتشكرك بابا. ادخل. خالي شو صار؟ هاي القرارات الجديدة اللي أخذها جدي شو سببها؟ هاي شركة العيلة، وخالك يعقوب واحد من هاي العيلة، وطبيعي يكون مسؤول. لك تمام، بس ليش ليصير هذا الشيء بهالطريقة هاي؟ أنا وأنت كنا ماشيين الشغل منيح وما في مشاكل بنوب، وراح تضل عم تمشيها أنت وخالك. أنت شايف هالشيء طبيعي ومتقبله؟ بابا شايف إنه هيك أحسن، والشركة شركته. لوين رايح يا ابني؟ عندي شغل جدي. الشغل مع رفيقك تبع امبارح؟ لا، اليوم ذكرى وفاة البابا، رح اخذ امي وروح نزور قبره. طيب يا ابني، العمر لك، تعيش وتاخذ عمره. شكرا جدي، خاطركن. لو بيعرف انه هالقبر فاضي. بلا لعي هلا يا يعقوب.
تفضل معنا يلا. انتو مين؟ لا تسأل وطلع بلا شوشرة. عمران شو قال بابا؟ شو حكى؟ قال القرار اللي بتلاقوه مناسب اعملوه. بيكون متفاجئ كتير وعم يسأل حاله بشو غلط. يعقوب بكفي ضحك. انت لا تاكل هم وبتشوف انه كل شيء رح يمشي مثل الساعة وما رح تندم على قرارك ابدا. اللي شو عملت بموضوع نادر؟ كل شيء تمام بابا، عم استنى منهم خبر. يلا خبرهم ياخذوه على المخزن القديم المهجور. انا كمان هيك فكرت، نفس المكان اللي ربيناه فيه من قبل. أخذوه على المكان اللي كله ذكريات.